هل ما يفعله غير الحاج من الجلوس في المساجد عصر عرفة والدعاء فيها من السنة؟ إنسان يأتي صلاة المغرب يجلس ينتظر المغرب لا بأس، أما يخص عرفة بشيء لا، أما يكون يتقدم قبل الغروب ويجلس ينتظر الصلاة هذا في فضل كبير. غير الحاج نعم، حاج وغير الحاج جميع الصلوات نعم، التقدم لها كلها مستحب، أما تخصيص يوم عرفة بشيء في المساجد لا، بدعة.